إذا مشاهدينا ننتقل من أخبار جوجل وأخبار السعودية لأخبار المشاهير، وفيها تفاصيل الدورة 12 من مهرجان الموازين إيقاعات العالم في مدينة الرباط. الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب، تنطلق الشهر المقبل الدورة 12 من مهرجان موازين إيقاعات العالم في مدينة الرباط. وكانت لجنة المهرجان أصدرت البرنامج النهائي والرسمي للمهرجان، وجاء على الشكل التالي: المهرجان مساء يوم الجمعة 24 مايو مع النجمة العالمية ريهانا والنجم العربي وليد توفيق، يوم السبت 25 مايو حفلا للنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، الأحد 26 مايو يطل النجم المصري محمد منير على خشبة مسرح النهضة، فيما يقف النجم اللبناني العالمي ميكا على خشبة مسرح السويسي. الاثنين 27 مايو حفلا جماهيريا للنجم الجزائري الشاب مامي. أما الثلاثاء 28 مايو تعود نجوى كرم مرة جديدة لتلتقي بجمهور مهرجان موازين، فيما يشارك النجم عاصي الحلاني للمرة الأولى في هذا المهرجان ويحيي حفلا مساء يوم الأربعاء 29 مايو. كذلك تطل النجمة أحلام للمرة الأولى بحفل جماهيري في المغرب وتحيي حفلا مساء يوم الخميس 30 مايو إلى جانب الفنانة شذا حسون. أما مساء يوم الجمعة 31 مايو الكل بانتظار النجم العالمي أنريكي إغليسياس على خشبة مسرح السويسي، فيما يطل الفنان اللبناني محمد اسكندر على خشبة مسرح النهضة، ويختتم المهرجان يوم السبت 1 يونيو بحفل للنجم المصري تامر حسني. مفاجئة، أعلنت الفنانة الكويتية الشابة شجون الهاجري خبرا انفصالها عن زوجها ومدير أعمالها أحمد البريكي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقالت بكلمات مقتضبة أنه لم يعد لها أي علاقة بالبريكي بعد الآن بعدما اكتشفت أنه متزوج، وتساءلت كيف أثق به بعد الآن. وقد حاولت سيدة نات الاتصال بالبريكي للتأكد من الخبر إلا أن هاتفه كان مغلقا، كما حاولنا الاتصال بشجون إلا أنها أغلقت هاتفها أيضا. ولغاية الآن تسود حالة من الضبابية في هذه القضية في ظل التزام المحيطين بالزوجين الصمت حيال الأمر، ويتساءل البعض هل هي مسحة أم أن أحدهم اخترق حساب الفنانة أم أنها بالفعل اكتشفت أنها زوجة مخدوعة. هذه كانت أخبارنا مشاهدينا، فاصل ونتابع معاكم. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل؟ قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكايات واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. في سيدتي بعد الفاصل، من جد انعقاد المنتدى التجاري والمرأة تتربع أنشطتها.